سيداتي سادتي، مساء الخير، صح افطركم وتقبل الله صيام وقيام الجميع. أحد أعمدة المسرح الوطني السيد عز الدين مجوبي يغتال في هذا 13 من رمضان. ستكون لنا خلال هذه النشرة وقفة إجلال وخشوع على روحه. المسرح الوطني الجزائري في حداد، إنه يتساءل بأي ذنب تقتل رجالات المسرح؟ ألأنهم ينقلون واقع الناس والمجتمع، أو لأنهم مثقفون وكفى؟ يا أصحاب العقول، يا والذات كيف ترشع؟ الروح وين؟ الفوق كيما قرينا ولا هنا على رؤوسنا تحوم؟ عبد القادر علولة السنة الماضية، وعز الدين مجوبي هذه الأيام. مجوبي يغتال وهو في غمرة إحداث إصلاح جذري لحركة المسرح الجزائري. عز الدين الممثل والمخرج الذي جعل من قضايا المواطن الجزائري روحا يستلهم منها لغته المسرحية، لكن الرصاصات التي وضعت حدا لحياته أسكتت تلك اللغة التي كانت تصل الجميع. المرحوم عز الدين مجوبي مات على جال قضية يامن بها، وأخطر شيء هو النسيان. وأنا نقول باللي حتى ولو كان كاين الناس تنسى، عز الدين مجوبي راح يبقى من الخالدين. علاش؟ بالأعمال نتاعو وبالمبادئ اللي كان يامن بها. والكلمة اللي ما ننساهاش كان يقولها، يقول لك الحقيقة إذا كان علم بها الفنان وخاف يقولها إذن فهو جبان. أنا نقول ما لازمش نكون جبناء، إذا كان علمنا حقيقة ما نقولها. ما تزكيش زلق لهم سيبو نخلة. والله ماني ساكت على هذيك النار. ما تزكيش زلق لهم سيبو نخلة، واللي باع له يبيعك ويديك للحبس. إما لا شي ما تغير، كل شي راه باقي كيما كان. عليك أنت بالك، بصح علي أنا وراس بابك وجدك من اليوم كل شي يتبدل عليا ويتغير. واش تقصد هذا؟ كيبو نخلة، أقلب لا يقلبوا بيك. توسيها يا لي. على ما نديرهاش، أنا البيان تاعي خير من البيان تاعك. لو كان ماشي راسك خشين دير ربع فيرمات، ماشي فيرمة واحدة. نوارا بنتي. عز الدين مجوبي يرحل ويرفض الرحيل دون آخر توقيع على خشبة المسرح، وها هو في آخر عرض بطله عز الدين مجوبي. ألوان البدلة هذه المرة أحمر أخضر وأبيض، عرض أكد فيه عز الدين مجوبي مرة أخرى وبلغة صمت أن قافلة الجزائر لن تتوقف ولو توقف قادتها هناك بمقبرة العالية. الحق النار لك حلي تاموني فيه بسرقة بوس، ذاك النار كيما خرجت شميت وكحل، باقي نمشي ونسنى في السقعة وقتاش طابط عليا. وصلت للخدمة، انا مازال ما قلت شاف تاع يا رزاق، جاني واحد يجري عشريف عندك تليفون. كانت عندي امنيات وكان عندي امل كبير باش نزيد نخدم اعمال اخرى، ولكن الله يرحمه توفى. استاذ هو في حاجه يتميز بها، هو انساني يحب الفنان، يحب الشباب، يحب يصنعهم، يحب يطلعهم للنجوميه. أنا الوفاة نتاعو أثرت فيا بزاف، يعني واحد كيما حتى المسرح الجزائري يفقد واحد كيما هذا. واحد يقول العذر شوية راه معقدة صعيبة القضية، والآخر بالسب يكوي فيا، قال لي جاهل ما فسر ليا. قلت له السلام ما رد عليا، من ورا الشباك ما اهتم بيا. أنا زاير بالصدق والنية، وانتم ابني عم كثرتوا عليا بالخزا والإهانة يا أخويا. على حرف يدي ويرد فيا، نبقى ندودر كي النحلة العمياء ويا. ماشي جاي صباح وعشية، يا ناس عيت طابو رجليا، دوك الدروج هالكولي الرياوية ياوية. وانا زاير بالصدق والنية،
وانتم ابني عم كثرتوا عليا بالخزا والاهانه يا اخويا. عندما نحسب كملت البلية صاحب المكتب يزيد ليا خاصاتك الورقه الفلانيه ويا ويا ويا.